زين زين انا ربي يحفظك. وش بقى من اكل من طلال ما كليته؟ باقي ورق انا ما خلص. شوف ايش باقي. باقي ورق انا. شاء الله الاكل فيه بركه. 5 ايام ما قاعد اخلص. صدقوني والله مره خاطري احط ماسك اليوم. احس بشرت هنا من هنا بدات تحب. ما ادري ستريس. ما ادري والله وش. المهم انتظر اكل صخفة. طيب كذا. بردان مدفي بردان يا عمر مسكت يده زي الثلج. انت بردانة مامي بردان. شو مدفي اليوم؟ ناوية اسوي ماسكين، ماسك للروس السوداء وماسك للبشرة كاملة. طبعا ماسك الروس السوداء هو اللي دايما اقول لكم عليه جيلاتين وحليب، بس لانه ما عندي حليب عادي. اليوم ناوية أسوي ماسكين، ماسك للروس السوداء وماسك للبشرة كاملة. طبعا ماسك الروس السوداء هو اللي دايما أقول لكم عليه جيلاتين وحليب، بس لأنه ما عندي حليب عادي والسوبر ماركت لأنه كريسمس مقفل فما يمديني أجيب حليب عادي، فبحط ألموند ميلك. أنتوا تقدرون تستخدمون الحليب العادي، وهذا الجيلاتين من غير نكهة. شوفوا من غير نكهة. المكونات ملعقة جيلاتين وهذه ملعقة حليب، تخلطونها مع بعض وتحطونها بالمايكرويف 10 ثواني بس، مو أكثر من 10 ثواني. المكونات ملعقة جيلاتين وهذه ملعقة حليب، تخلطونها مع بعض وتحطونها بالمايكرويف 10 ثواني بس، مو أكثر من 10 ثواني. المكونات ملعقة جيلاتين وهذه ملعقة حليب، تخلطونها مع بعض وتحطونها بالمايكرويف 10 ثواني بس، مو أكثر من 10 ثواني. مثل ما انتم شايفين وزعته على خشمي، وهنا لان هنا المنطقه يتجمع فيها الروز السوداء، هذه المنطقه وهذه والخشم، وبعد الدقن من المناطق اللي يتجمع فيها الروز السوداء فحطيته عليه. انتظر لين ينشف وبعدها اشيله. ونشف الحين، جاء الوقت اني اشيله. هيك والله خليته يطول شكله. اي خلاص كذا تشيله. شايفين؟ كده تشيلونه ويشيل مع الروس السوداء. الحين شيل هذا. تسوون كذا طب وتشيلونه، كذا يشيل مع الروس السوداء. الحين اروح اغسل واحط الماسك الثاني. وننتقل الحين للماسك الثاني. طبعا هذا الماسك لتنظيف البشرة، تعقيم البشرة، تطهير البشرة، ونفس الوقت سنفر البشرة من حبيبات القرفة. المكونات قلت لكم عليها من قبل، اللي هو عسل وقرفة، المفروض انه ليمون، بس اللي تتحسس من الليمون تستخدم برتقال. انا بالعادة احط ليمون بس لانه ما عندي ليمون وقلت لكم سوبر ماركت مقفل فبحط برتقال. واللي بشرتها حساسة لا تستخدم الماسك لانه في قرفة والقرفة حارة على البشرة. عصرت نص برتقالة، بحط عسل. طبعا عادي حط الكمية اللي تبيها لانه العسل مفيد للبشرة، ينعمها وبنفس الوقت يقتل البكتيريا الموجودة بالبشرة. نخلطها ندوبها مع بعض بعدين نحط القرفة. نحط شوية قرفة. مثل ما قلت لكم اللي بشرته حساسة لا تسوي الخلطة لأن القرفة حارة على البشرة، واللي ما تتحمل حرارة الماسك لا تستخدمه. الناس الكيوت لا يستخدمونه. تحطون على البشرة وتبدون تسنفرون كذا بشكل خفيف بحبيبات القرفة. طبعا مثل ما قلت لكم انه القرفة تحرق اللي ما تتحمل على طول تشيله، بس اذا كان ما يحرق مرة لا تصيرون كيوت مرة وياي وتشيلونه على طول، عادي تحملوا. طبعا انا ما يحرقني لانه متعود عليه، يعني متعود احط ماسك القرفة.
متعودة على حرارتها. وسنفرت البشرة وخلصت، الحين خليها على بشرتي من 15 إلى 20 دقيقة وبعدها أغسل البشرة. هذه العطور اللي بتكلم لكم عنها اليوم. طبعا هذا العطر غني عن تعريف من كثر ما تكلمت عنه، فيرزاتشي إيروس، هذا المفضل لدي للأبد. ريحته تنفع لليل، أنا صراحة أحطها بكل المناسبات، لليل للنهار، أول ما أصحى قبل ما أنام أشرب وشرب، عرفتوا؟ هذا منسيرة، تذكرون منسيرة الفانيلا مع الروز؟ هذا فيلفت فانيلا بس ريحته روز أكثر من فانيلا، هذاك ريحته فانيلا أكثر، فاللي يحبون الورد ريحة الورد مرة راح تناسبهم، مرة حلوة الريحة وأحسها تناسب كل الأجواء. وعشان ما نكون كل مرة ساحبين على الشباب، جبت لكم عطر دانهل مرة حلو، ريحته فيها برتقال، فيها جريب فروت، فيها هيل، فيها مسك، مرة حلوة وفخمة ريحته، فأرشح لكم هذا العطر مرة يجنن. تطبيق جولدن سنت غني عن تعريف، بس للي ما يعرفه جولدن سنت هو أكبر تطبيق عطور في السعودية والإمارات والكويت، عندهم أكثر من 6000 نوع عطر وميك اب، وبعد عندهم أكثر من 400 براند. واللي ناوي يشتري عطور الحين وقتكم، جولدن سنت مسوين تخفيضات نهاية 2018، لو دخلتوا هذا القسم راح تلاقون كل الأشياء اللي مسوين عليها تخفيضات، والحلو فيهم إنهم قسمين لكم كل مثل ما انتم شايفين افضل 100 عطر لعام 2018، قسم خاص بس لعطور الشعر، عطور 150 ريال واقل، عطور 300 ريال واقل، وبعد عروض سوبر العطورات الموجوده هنا تلاقونها باقل سعر ممكن، كل العطورات المخفضه، ولو نزلتوا هنا كالفن كلاين 70% خصم، وفيرزاتشي 50% خصم، وكل ما نزلتوا كل ما لقيتوا عروض وتخفيضات. طبعا مسويين مجموعات العطور، هذه تنفع للهدايا، تنفع اذا كنتي مسافره. وبالنسبة للعطور اللي وريتكم إياها قبل شوي راح تلاقونها بهذا القسم اللي هو تخفيضات على أفضل 100 عطر، منسيرا الفانيلا والروز مرة يجنن، وهذا مرة حلو صراحة، بس هذا ريحته ورد أكثر، هذا ريحته فانيلا أكثر. لو نزلتوا تحت راح تلاقون كل العطور اللي وريتكم إياها، والحلو فيه خليني أضيفهم للسلة عشان أوريكم. لما تدخلون على أي عطر عشان تبون تعرفون ريحته تنزلون تحت راح تلاقون وإيش يناسب وقت الاستخدام. صراحة أنا بالنسبة لي ما أشوفه صباحي، بالنسبة لي أشوفه مسائي صراحة، لأنه حسيت ريحته أثقل من أنها تكون بالصباح، بس الناس أذواق بالنهاية وهم أخبر، بس أنا بالنسبة لي ما أحط الصبح عادة عطورات ثقيلة، بس هو شوفوا الموجود هنا هو فروتي أكثر، في بعد هيل، في خشب صندل، في خشب عنبر، فعشان كذا حسيت انه مسائي اكثر. الحين بضيفهم للسلة وراح اوريكم شغلة مسوينها جولدن سنت، طبعا غير العروض وغير الخصومات اللي مسوينها، في بعد خصم اضافي للمتابعين، لو نزلتوا تحت راح تلاقون هنا في خصم اضافي على العطورات اللي بتختارونها، مو شرط هذه العطور، اي عطورات راح تختارونها في لها خصم اضافي، وبعد راح اعطيكم كود الخصم عشان تحصلون على خصم فوق الخصم، روز 5 كود الخصم، وكذا تكون خذيتوا فوق الخصم خصم. واضح اني تحمست مع العطور ونسيت الماسك بوجهي، اشوف الحمد لله لان الحين وجهي سليم، خليني اغسل الماسك واصور لكم النتيجة. وخلصت من الماسك، حبيت صراحة احس مرة بشرتي رطبة صارت، وحسها كذا نظيفة لك. المهم ما ادري ملاحظين انه خشمي صغر من الجليتين والحليب ولا يتهيالي.